سيدنا الكرام، نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ مراجعة كيفية كتابة لو كونت روندي لتلاميذ البكالوريا. نبدأ حاجة الأولى اللي قلت تعرفوها، لو تيب دي تكست يكون هيستوريك تاريخي، ديسكريبتيف وصفي، اكسبليكاتيف شرحي، نغاتيف سردي، ارجيمونتاتيف حجازي. هذا درنا موضوع اللي فين هذا الديباديدي درناه. لابيل خطاب. ثانيا يجب علينا معرفة الفرق بين نوعي التقرير، لو كان غوندي اوبجيكتيف ولا يكون كريتيك. بالنسبة للأدب وفلسفة يكون اوبجيكتيف نتوما، وسيونتيفيك وكريتيك يكون لغات أجنبية. رابعا الخطوات التي يجب فعلها قبل بداية كتابة التقرير. الأولى قبل ما تبدأي تكتبي هذا لو كونت روندي، الأولى تقرأي النص على الأقل 3 مرات، استخراج العناصر الأساسية على ورقة المستودات، وعنوان النص اللي تخرجي لو تيتر دو تيكست، لوتور، لا سورس، عدد فقرات النص، باراغراف نيميرو شحال، دار النشر، لا ميزون ديديسيون، تاريخ النشر، لا دات ديديسيون، نوع النص، تيب دو تيكست كما اللي قلناهم، لو تيم موضوع النص، موضوع لما يهدر. ثم تخرجي الافكار الثانويه، تحسبي عدد فقرات شحال عندك من فقره، وتزيدي تخرجي الافكار ثانويه، واخيرا تستخرجي راي الكاتب ان وجد. خامسا منهجيه كتابه التقرير، كيف نكتبوا تقرير، كومون ريديجي لو رابور. Ils sont composés de parties essentielles. Il y a un objectif et un critique. Il y a un besoin objectif ou scientifique ou le l'oral adjectif est un critique. La présentation, l'introduction, le rapport, la critique. Ça va nous donner la présentation. Dans ce texte, moi maintenant, hadou, derouhom. Quand est-ce que tu as terminé de faire ou le modèle que j'ai fait avec vous? معناتها التلاميذ البكالوريا اللي حصلوا على مع نقطة 20 سيبوان داوها، معناتها تركزوا تلعبي مع لوتور يبيني له بلي كيفاه. ما تبداي تقولي دون سو تيكست تيب، تكتبي لو تيب دو تيكست، تعرفي لو تيب الاولى، اكري بار لو نون دو لوتور، اكستري بار سيت واب ولا ليفغ ولا جورنال ولا ماغازين، المهم على حساب، اديتي بار ميزون ديديسيون اوبلي لو شوفي لا دالكم غير لاني لاني باك عارف نقولوها كان 1988 ولا ديري لو بوبلي لو وي لا باك لا دات كاع تقولو بوبلي اون لا دات وتكتبي لا دات كومبل فهمتي ايوا هنايا ماشي تكتبوا له لا تاكم لاني 1988 معناتها 1980 تكتبوا له هذه اون لا دات لا الا تاكم لا دات كومبلي تكتبوا اون اون لا دات بوبلي اون لا دات تكملوا لا دات ماتي 20 جويي 1987 على حساب يعطين بصح الا طاني غير لاني تقولوا بوبلي لو 1986 ما عارف تيتر على حساب الناس اللي عطوه لك صح انتيتولي ديري تيتر او نو انتيتولي الا كان تيتر باين تقولي انتيتولي ولا ما كاش باين تقولي نو انتيتولي كومبوزي دو تكتبي له النيمور دو باراغراف شحال كاين تاع باراغراف لوتور بارل دو هنا وين وصلنا الموضوع معناتها التام قادره العنوان تعاودي تبدليه كل شيء ديريها على الاخر هذا هذه هنا دا وين وصلنا الاجابه تاع السؤال هنايا لوتور بارل دو قادره العنوان تبدليه ترجعيه تام العنوان تبدليه بصبر بطريقه تاعك ماشي ديري له العنوان نفسه تكتبي له لو تام هذه هي اللي تستعملوها باغ اكزومبل احنا نقولوا ترجعوها بالعربيه باللغه العربيه اش نقولوا في هذا النص التاريخي الذي كتب من طرف الكاتب الفلاني في المنشور بدار النشر عام المعنون بالعنوان التالي الكاتب يتحدث عن هنايا تكتبي لو تيم الموضوع تاعك صح هنا لو رابور قبل ما تبدا ما تنساوش هنا ما تنساوش قبل ما تخلو دوك دو كاري وتبداو الموضوع تاعكم هذيك ما تنساوهاش صح كي نبداو لو رابور تاعنا الموضوع تاعنا دابور
ولا تقولي دابور ولا بروميييرمون، تختاري وحده منهم دابور ولا بروميييرمون. لوتور بريزونتي، تي تقولي ليدي اه ليدي اللي تكون فنان. انسويت ولا اور دوزيامون، تكتبي له ثاني اكزامبل هنا ندير لك لو جورناليست مونتر كو en autre il ajoute il dit troisième fait il dit il dit troisième expliquez on parle de ou la raconte de مهم يا يكون يهضر على ما نشا يهضر على الانترنت ولا يهضر مهم. finalement enfin il conclut il dit final هنا لي زيدي اللي تحطي من هكا تبدا هنا دير كيما هكا premièrement d'abord غادي في البدايه تاعك ensuite بتهضري فكره زوجه كما هنا درنا اكزومبل جورناليست مونتر كو اون نوتر لا جوت اون نوتر لا جوت زعما بديري فكره ثالثه اللي بتزيديها ومن بعد اكسبليكي اكسبليك او بار دو يشرح ولا يهدر على او راكونت يوصف لنا ديك الفينال مو تقولي له ولا اون فاي كونكلي اللي دي فينال. كاين افعال تستعملوها في لو كونت روندي انفورمي يبلغ اكسبليكي يشرح راكونت يسرد ومن بعد هادو ديفونسي معناتها يدافع هادو ديفونسي في الكريتيك اتاكي يهاجم هذا سيبوها في الكريتيك كونتر ضد كيما يكون ارغيمونتاتيك تيكس افيك راو مع هادو سيبوهم في لي تيكس ارغيمونتاتيف في لاجو يضيف ال كونتيوي دي دير كو كونتينوي عفوا دي دير كو يتابع قوله ولا كريتيك خاصه باللغات الاجنبيه. تاني كاينه الطريقه لا كريتيك من بعد ندير لكم مشاهدينا الكرام كان هذا الشرح لو كونت روندي ان شاء الله تكونوا فهمتوه ان شاء الله تكونوا فهمتوه. نلتقي في فيديو مقبل ان شاء الله. ما تنساوش جيم وابوني وضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامه.